اولا الناس اللي اللي كي كيهضروا على لافير ديال كازومبي كنظن بان السي خالد فاكرني كاتب عن الفريق الرجاء خرج وشرح ل... شرح ل... ل... التفاصيل ديال هذا العقد اما الناس اللي خرجوا لي زوديو كيهضروا على اساس ان الابراهيمي الشركه في سميتو هادو كنظن بان الابراهيمي دار معاهم مزيان وما دعاهمش ان لا دعاهم غيديهم المشاكل وواحد كيهضر وما عارف والو بنادم ما كيهضر نحشو ما الواحد يمكن نختلفوا في وجهه النظر نختلفوا في الاراء نختلفوا ولكن اتهام تجي واحد واتهمو انت ما عارف والو هذا مشكل ان أه الحجه والدليل والبرهان كازومبي ال الوكيل ديالو شريك هذه الشركه في داكار اجي كيمشي بزاف لداكار ابراهيم <تصفيق> <تصفيق> شركه في داكار واللي كيمثلها ولا اللي كينوب عليها واللي هو لاجوند ديال كازومبي تونسي سيناو مع بودريق داروا معاه حنا غنسينيو معك انت الا سينيتي معنا هذا اللاعب هذا غير تاخذوا الورقه الخروج الدوليه آه ماشي النهائيه لا ماشي النهائيه و... غادي تعطيونا 150 مليون 150 الف اور وي أه... تعطلتو 75 الف اور مازيا ما كيناش تخي بارتي سي خالد فاكرني ملي شاف لو دوسي راهو شاف شاف لا را كال... أه... مازمبي راسلات الراجا السلام عليكم اخويا هاد كازومبي راه العاب ديالنا عندنا عقد معاه هو عنده عقد اخر مع فرقه اخرى وهذيك الفرقه اخرى برينتياه ل لسميتا. ل سميتها المازيمبي دابا الفرقه ديالو دي كتقول انا اللعاب ديالي دي مازيمبي كتقول انا اللعاب ديالي دي والشركه كتقول لك خويا 150 الف دولار و 150000 الف اورو ولا ما خلصتينيش فاش تجيك الورقه 75 الف ابراهيمي مالو في الشركه ديالو دي واش هاد الهضره الخاويه وكاع اللاعب شكون هو كاع